بسم الله الرحمن الرحيم. انت ساعات بتلاقي واحد بيقول لحد مثلا انت كنت حلو قوي يلعب صورة الفرح مثلا، فيرد عليك تاني يقول له ايه، والله يا باشا انت اللي عينيك حلوة. يعني ايه انت اللي عينيك حلوة؟ انا مش فاهم. يعني مثلا انا عينيا حلوة هشوف كل حاجة حلوة؟ يعني ده منطق يا جدعان؟ حد يعني مين اللي قالكوا كده؟ ايه الرد الغريب ده يا جدعان؟ مين اللي اخترعه؟ يعني ايه انتوا كنتوا حلوين قوي في الفرح، فيرد عليا يقول لي ايه، لا والله يا باشا انت اللي عينيك حلوه. يا عم انا عينيا مش حلوه، انت بتقول لي انت عينيك حلوه وانا عينيا مش حلوه. انا كل ما في الامر ان انا عايز اجامل حضرتك بس، انما انا عينيا مش حلوه. يعني انا مش عينيا حلوه بالمعنى المجازي اللي انت بتقول عليه، اللي هو ان انا بشوف كل حاجه حلوه. لا عادي يا باشا، انا بشوف حاجات كويسه وبشوف حاجات مش كويسه زي اي انسان طبيعي. انا مش رومانتيكي وحضرتك مش رومانتيكي، احنا مش عايشين في عالم من الرومانتيكيه والاستهبال، احنا عايشين في عالم حقيقي، عالم واقعي. فالرد ده غريب وكل الناس بتنساق وراه. بتنساق وراه ليه؟ مش عارف مين اول واحد اخترع القصه دي، ما كانتش موجوده يا جدعان. ده مش تراث، ده مش فولكلور، ده احنا ما اتربناش عليه ولا عرفناه غير في الفتره الجديده، الفتره الحديثه بتاعت المحن والسهوكه. ده احنا ما شفناهوش الا في الاخر خالص من بداية الالفية الجديدة. الرومانسية الزيادة غلط مش صح. انت لما حد يقول لك كده ممكن ترد عليه بمية مليون رد. يعني ممكن تقول له ايه، انت ذوق قوي يا باشا، او شكرا يا جميل. عادي رد عليه ردود تانية برضو، ممكن تكون برضو ردود فقيعة، لكن برضو ما تقولوش انت اللي عينيك حلوة. الاقي انا كل الول وكل البوستات اللي في الفيسبوك كده ازاي؟ ليه يا جدعان؟ مين اللي قال لكم ان ده؟ او انتوا اي حاجه بتمشوا وراها كده وخلاص؟ يعني ده بقى الافيه خلاص، اللي هو اي حد يقول لك انت حلو او كنت حلو في الفرح او كنت حلو في الميتم او كنت حلو في اي حاجه، تروح انت ترد عليه لازم بقى تقول له انت اللي عينيك حلوه. وبعدين انا بحس ان الردود دي بناتي جدا يا جدعان. يعني الرد ده مناسب جدا لبنات، لما الاقي راجل كبير مثلا بيتجوز واحده بتقول له انت كنت حلو قوي في الفرح، او كنت سرورك حلو انت ومراتك، فقول لها انت اللي عينيكي حلوه. فانا بحس ان معدتي بتكركب، بحس ان في حاجه غلط. فاستفيقوا وارحمكم الله. شكرا.